فاعل جمعه بمنطقة مولاي رشيد بالخصوص مجموعة 5 و6. كما كيشاهد المتتبع الكريم بأن الحي ديال المجموعة حي مولاي رشيد خصوصا المجموعة 5 و6 تم التطويق ديالها بالكامل بوضع حواجز أمنية من طرف السلطات المحلية، وهذا راجع لارتفاع ديال حالة الإصابة بوباء كورونا بالمنطقة، وكما سمعنا بأن كاين 3 ديال الوفيات. لهذا كنتمنى من الساكنه باش تاخذ الحيطه والحذر لتفادي اصابات كثيره، وناخذوا الاحتياطات اللازمه بالتباعد الاجتماعي ويعني كمسافات الامان وامان وارتداء الكمامه. رساله موجهه للساكنه مره اخرى باش ياخذوا الحيطه والحذر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. معكم عادل شفيق، رئيس جمعيه العصر الجديد للثقافه والرياضه والاعمال الاجتماعيه اللي كتنشط على صعيد عماله مولاي رشيد. احنا الان في صدد كنشوفوا ان السلطه المحليه مع جمعيه المجتمع المدني كيقوموا بالتطويق ديال المجموعه 5 و6 اللي هي شافت عدد كثير ديال الحالات حاليا ديال كورونا، وجمعيات قايمه بالمجهود ديالها في المنطقه من اجل توعيه الساكنه باش يحدوا من الخروج ديالهم والتنقل ديالهم. ومع هذا الباريال هذا غنحاولوا اننا حتى الحالات تقل، وتا السيد القائد انه قايم بواحد المجهود كبير بالمعيه ديال جمعيه المجتمع المدني وبالاعوان السلطه. حنا اللي كنطالبوا حاليا هما الشركات ديال الحي الصناعي انهم يحبسوا الخدمه، لان الامراض كامله اللي كنشوفوها حاليا كتنقل هي كتجي عبر الشركات ديال الحي الصناعي، لا ديال بيمو حاليا ولا الشركات كاملين هما اللي كيجيبوا لنا كورونا حاليا. عمرنا سمعنا ان شي حاله جات من الساكنه من بعضياتها. حنا اللي كنطالبوا حاليا كجمعيه مجتمع مدني هو ان الشركات تحبس الخدمه ديالها باش البلاد عندنا تبقى غاده في امن وامان.